والله يا جماعة الخير ماني عارف من فين أبدأ مقدمة هذا المقطع من كثر ما أني جالس أجل الموضوع كل يوم. ترى هذه يمكن 70 مرة أمسك الكاميرا بصور مقطع السيت اب بعدين أكنسل الموضوع أروح أسوي شيء ثاني تماما. وأخيرا اليوم خلاص إيش ما صار إيش ما يصير يا جماعة بنزل هذا المقطع يعني بنزله الآن. لذلك إيش رأيكم الآن أوريكم كده فرة بسيطة مقطع بسيط جدا وممتع إن شاء الله يكون خفيف عليكم. يعني لا تنسوا تضغطون على زر لايك يا جماعة الخير تشتركون بالقناة مكتب مشتركين وجرس التنبيهات أهم شيء. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم يا رب. تدرون ايش يا جماعه راح احط لكم الان صوره امامكم عشان تشوفون شكل الغرفه هذه كيف كانت باللون الابيض وكيف صارت الان بالوقت الحالي. انتم قربوا نفسكم اي لون احسن. يعني هذا الرف ايضا يا جماعه الخير من ايكيا رف جدا بسيط حطيت فيه هذول الاثنين اللي كانوا عندي من قبل بالسيت اب الماضي اللي يتذكر. راح احط لكم الان صوره امامكم وناوي اني اجيب سبوتات مثل هذه احطها كذا فوق هناك كل واحده تحت عشان تنور اوتوماتيكيا. فيب هذا المنظر اللي يطلع خلفي بالتصوير دائما. يعني هنا عندك باب بسيط عندك هذه الاضاءه اللي تنور شويتين على هذا المكان عشان يعطي الطابع البنفسجي كذا الزهري. طبعا هذه تبين بالليل اكثر الان الدنيا نهار فما راح يبين. اوكي عندك هذه الكنبه كنبه جدا اسطوريه صراحه مريحه بشكل ما تتصوره يا عزيزي. كذا ما اكون احاول مثلا اني امنتج مقطع واخلص منه انتظر وقت الرندر اجي انسد الحين امسك جوالي واشوف لي كم مقطع يعني عشان اتسلي نفسي. انتم تعرفون يا جماعه اللي يمنتج مقاطع وربي وقت الرندر ياخذ وقت جدا كبير فلازم تسلي نفسك بشيء. يعني تعالوا يا جماعه خلينا ننتقل الى اهم فقره بالسيت اب. يعني هي فقره السيت اب نفسه لا انا جالس اتكلم عن كل شيء ولكن لازم السيت اب بلشوا بالسيت اب احلى. راح تلاحظون يا جماعة الخير ان عندي نباتات جدا كثيرة بغرفة. هذه النبتة الأولى وهذه النبتة الثانية كذا تعطيك حيوية بشكل انت وجالس تحاول تلعب يعني وتسوي تصور مقاطع وهذه الأمور. فإذا خلصنا هذا المكان راح ننتقل كذا شوية اللي راح نلاحظ عندنا موز الآن الضوي في هذا المكان. ما عرفت وين أحطه صراحة حسيت إنه مكانه جدا مناسب. هذا الكاميرا صارت سودة حبيبي شغل الضوء إيش طار بالكاميرا. تعالوا نتكلم شويتين عن هذه الطاولة يا جماعة الخير اللي سويتها من الصفر. إي نعم من الصفر. تخيلوا معنا إنه هذول الاثنين كنت جايبهم مع طاولتي القديمة راح تشوفون كان ديكور القديم تقريبا هذول الاثنين يعني من ايكيا ايضا. ولكن يا جماعه الخير اشتريت خشبه هذه الخشبه ايضا من ايكيا صراحه الخشبه كلفتني شويتين لان خشب اصلي جدا مو من النوع الكرتوني اللي يجي من داخله. يعني هذا الخشب خرافي جدا اصلي وماكن جدا نوعا ما. يا جماعه الخير في نوع من الخشب يجي لما تحط عليه اغراض مع الوقت يصير كذا متقوس ولكن هذا مستحيل يصير كذا ابدا. فلذلك انت ما تحتاج تحط الرجل هنا لان انا كانت الرجل هذه تضايقني بشكل لان الطاوله جدا طويله يا جماعه فانت تحتاج رجل عشان تثبتها. فالفكره الاسطوريه كانت يا جماعه اني اشتري اربع من الكروم هذه اسمها ارجل اثاث اتوقع بالعربي ما ادري والله دوروا عليها يا جماعه الخير ارجل الاثاث. يعني انت تجيبها تحط هنا وتحط طاوله فوقها وبس يعني خلصت انت بكل اختصار. فشكل الطاوله يطلع جدا اسطوري وانا بحكم اني طويل طبعا لازم ولا بد اسوي ذي الحركه يا جماعه علشان اني ارفع الطاوله شويتين لان كنت اتضايق جدا وانا جالس على الكرسي وهذا الامور يعني تمام. شوف لها المنظر محلاه يا جماعه الخير كنت مطفي يا حبيبي هي اشتريت ايضا يا جماعه الخير هذه السماعتين هنا كان لازم ولا بد اني اشتريهم علشان احاول اني اسمع الاصوات بدون ما احط السماعه لان هذه السماعه شويتين كانت مزعجه مع الوقت الطويل تستخدمها يعني اذني صارت توجعني بسببها ايضا يا جماعه. هذه هي الماركه يا جماعه الخير اللي جدا خرافيه انصح كل واحد حابب يشتري سبيكرز يشتري منهم. ننتقل يا جماعه الخير الان الى كرسي الاحلام. انا اكثر شخص عانيت علشان اشتري كرسي يا جماعه جلست اكثر من شهرين انا كل يوم افتح البي سي علشان ادور على كرسي. حصلت كرسي من ماركه جدا فخمه اسم هذه الماركه يا جماعه الخير نوبل تشيرز. انا حصلت البلاك اديشن هيرو هذه النسخه الوحيده اللي ما فيها عليها نقشات وطرازات كثيره مره. حبيت جدا هذا الشكل البسيط وبنفس الوقت الفخم والانيق. تعالوا يا جماعه الخير نتكلم الان اكثر عن عده البي سي لان اتوقع كلكم داخلين هذا المقطع عشان تستفسرون اكثر واكثر يا ممكالو ايش العده اللي استخدمها يا ممكالو ايش السماعه يا ممكالو الكيبورد الماوس كل شيء. يعني المايك يا جماعه الخير الى الان عندي طبعا هذا مايكي القديم اللي هو رود ان تي يو اس بي انك تشبكه يشتغل عليك على طول ما يحتاج اي برامج ثانيه. يعني مايك جدا اسطوري وخيالي وصوته وجود صوته خرافيه ولكن احتمال اني اطوره مع الوقت يعني اجيب مايك احسن منه لان في بالي فكره ما علينا راح تشوفهم بالايام القادمه راح اشرح لكم بعدين. يعني فهذا المقطع السيت اب 2023 لما لا يتغير بالكامل ب 2024 ونجيب شيء ثاني. يعني طيب بالنسبه للسماعات يعني هذه سماعات يا جماعه الخير من ماركه دي كي 770 برو. يعني صراحه سماعه ولا بالاحلام مستحيل ابدل هذه السماعه باي سماعه ثانيه بالعالم لان الراحه اللي تعطيك هي من هذه السفنجات يا شباب مو طبيعي. وهذا كله انا مو شابكه بساوند بورد ايضا فما بالكم اجيب ساوند بورد واشبكه فيه راح تلاحظون خامه الصوت راح يتغير بشكل جدا كبير. بالنسبه للماوس يا جماعه الخير ماوس من لوجيتك جي 502 هيرو افضل ماوس بالتاريخ مستحيل ابدله. نشوف الان يجي كذا كبير على يدي يعني الشباب والله اني جربت ايضا ماوسات كثيره كلها صغيره هذا الماوس كبير ايضا ثقيل يا جماعه تلاحظون الحجم كذا مره حلو فشيء جدا خرافي يمديك تضيف عليه اوزان من تحت وتحاول تعدل عليه.
بالنسبة للكيبورد صراحة الكيبورد هذا مو ميكانيكي يا جماعة، من كورسير أيضا. كيبورد يفي بالغرض، جدا أسطوري وعاجبني بالوقت الحالي، مو سيء أبدا. حتى يمديك تركب له هذه الأمور، شوف لها في عندك هذه الأزرار جنبها، يمديك تحاول تسوي شيء اللي ممكن يسوي لك إياه الستريم ديك يعني، وهذا ما يحتاج من عندي ستريم ديك، فأنا ما أحتاج أبدا لهذا الأمر. هذه عليها أوه ماي جاد، شوف عدد الأصابع اللي على هذه يا ولد، إيش هذا؟ والله شباب مو طبيعي، فضحنا يا ولد ضب هذه. بالنسبة للستريم ديك، هذا الجهاز جدا جدا خيالي يا جماعة الخير، يعني يسمح لك انك تحاول تتحكم تقريبا بالبي سي ولكن بضغطة أزرار محددة. مثلا هذه الإضاءات اللي تشوفون هنا معانا، أنا شابكها على كبسة زر أضغطها، شوفوا الآن إذا في حال ضغطها طق الإضاءات رح تطفى الاثنين يعني، فما يحتاج إني أروح أشغل إضاءة بإضاءتها لما أكون يعني كذا جالس على البي سي، بضغط هذا الزر وخلاص الإضاءات رح تشتغل عندي. شيء جدا خيالي صراحة، وما توقف على هذه، طبعا عندك مليون شغلة وشغلة تسويها. على سبيل المثال يا جماعة الخير، أنا الآن فاتح الديسكورد، أشوف شباب هنا جالسين يلعبون، هلا والله باريو هاني روج، تشوفون هذا المقطع تحياتي لكم، هلا والله. شوف مثلا هذا المكان تمام، لاحظوا الان هنا يدينا احط ميوت بضغطه زر عشان لا احد يسمعني يعني، طق راح يشوف هنا راح ينحط ميوت مباشره، يدينا احط ميوت للجميع ما اسمع احد يعني، هذه جدا جدا مفيده على البث طبعا، وايضا يدينا اتحكم بخواص البث بشكل كامل، اقطع اصوات محدده، اشغل اصوات والى اخره من امور يعني. انا ما ادري ليش المقطع هذا يتعبني مع اني ما جاي اسوي شيء حرفيا يعني، شيء جدا غبي صراحه، والله ما ادري. والله في عندنا شمس هنا اسطوري يا شباب، شوفوا غطي نفسك، شوفوا دي الغرفه، شوف هذه الغرفه شويتين مكركبه يا جماعه، شوف الان غرفه كلها، بشوف شو المنظر برا بالله، بالله تعال شوف المنظر، والله لو اوريكم يا جماعه، ما شاء الله تبارك الرحمن، المنظر برا او ماي جاد يا حبيبي، شوف المنظر من برا يا شباب، ربي خيالي مر المنظر، يا ساتر. كما علينا شباب، شوفوا هذه الطاولة القديمة اللي أنا فاككها الآن، هذه كانت الطاولات اللي عندي بالديكور القديم طبعا، هنا عندنا شوية أثقال وما أثقال عشان نسوي يعني رياضة، وبس يعني شاشتين على الفاضي هنا، ما أدري والله هذه غرفة جدا، ما هذه مو سيت اب، ممكن أرجع للسيت اب بمكانه، ما علينا شباب لا أحد يدقق يعني. تدرون إيش؟ إذا وصل هذا المقطع 50,000 لايك بسوي لكم فرة كاملة بالبيت لكل شيء يعني معنا تمام؟ أنا أتوقع إنه تكلمت عن أغلب الأشياء الموجودة هنا، ولكن في عندنا شيء واحد أتوقع كلكم تستنونه، يا مام قالوا إيش نوع الكاميرا اللي تستخدمها؟ الكاميرا هذه يا جماعة الخير من كانون 250D، جدا اسطوريه طبعا، محطوط عليها العدسه الاصليه. المشكله اللي كنت اتعرض لها انه هذه الطاوله، شايفين العرض من هنا لهنا نوعا ما شويه مو كبيره يعني، الطاوله القديمه عندي كانت تقريبا من هنا لهنا تجي تمام، فانا كنت ماخذ راحتي بالكاميرا، كانت تصور كل شيء يطلع وراي يعني الان، ولكن هذه الكاميرا بما انه صارت قريبه مني فلازم القى حل عشان ابعدها عني. لذلك يا جماعه الخير رحت اشتريت هذه اللي اسمها من الجاتو طبعا، الجاتو الان اللي ما يدري بعطيكم معلومه على السريع الان، الجاتو صارت الان لكورسير، اي نعم من 2018 يا جماعه الخير طلعت كورسير شاريه الجاتو، شركه الجاتو صارت لها، خلي معنا اللي ما يعرف دي المعلومه يكتب لي تحت بالتعليقات، لان انا من يومين ثلاث ايام تقريبا استكشفت دي المعلومه. فاذا يعني خلينا نقول من كورسير يا جماعه الخير اللي هي الجاتو نفسها، مهم يعني اشتريت هذه الفليكسبل ارم، تجي كذا تحطها على هنا، المفروض الكاميرا تكون هنا ترى، بس انا طعشتها كذا ورفعتها للامام ورجعتها لورا، مما يعني الكاميرا صارت تاخذ هذه الزاويه بشكل جدا اسطوري، وهي تطلع الدروع هذه، لان كان صعب اني اطلع الدروع يعني. بالنسبه للستاند هذا نسيت اكلمكم يا جماعه، هذا ستاند من رود ايضا، بس اكتب كذا رود ستاند مايك مدري يطلع لك، والله ما ادري ايش اسمها الزبده من رود يعني. تعال نتكلم على الاضاءتين الان يا شباب، هذول الاضاءتين نوعا ما يعني انت لازم نوعا ما يعني فاهمين يا جماعه الخير، اسمها كذا الجاتو كي لايت، يطلع لك هذه، راح تشوف نوعين يعني، نوع ينحط على الطاوله ونوع يتثبت بالطاوله، شوف هذه انا مثبتها بالطاوله بهذا الشكل، مما يعني ما راح اعاني ابدا يا جماعه الخير من مساحات، جدا اسطوريه صراحه. تعال نتكلم على السريع على الشاشتين، عندك هنا الشاشه من ال جي يا جماعه الخير، هذه الشاشه 144 هرتز، هذه الشاشه يا جماعه الخير كيو اتش دي، هذه الشاشه فل اتش دي، ولكن هذه 2K هذه العاديه اوكي، هذا الفرق بينهم، ولكن جبتهم نفس الشكل علشان احاول اجيب هذا الستاند اللي تشوفون هنا امامكم، ستاند جدا خيالي صراحه، يمسك الشاشات، مديك تمسك الشاشات تقلبها بالشكل اللي تريد وتقربها من عندك تبعتها، وربي يا جماعه الخير اناقه بشكل مو طبيعي لما تجيب الشاشتين ترفعهم على شغله كذا، يا سلام يا حبيبي وربي شيء اسطوري، كان ودي اجيب شاشه ثالثه بس قلت ما يحتاج يعني، شاشتين يكفي وزياده يعني. قبل لا ننتقل الى القطعه الاثريه الاسطوريه الموجوده في هذا المكان يا جماعه، تعالوا احدثكم شويتين عن هذه الاشياء اللي انا حاطها في هذا المكان شباب، عشان لا يطلع صوت الجيران يعني، لان تعرفون يعني نوعا ما الجيران شويتين تضايقوا من صوتي بالليل، لاني اصور مقاطع وعلي صوتي، فحبيت اني احط عزل اصوات هذه بالوقت الحالي، حطيتها في هذا الشكل، برجع بجيب قطع بكملها شويتين اكثر يا جماعه، عشان نعزل الصوت بشكل كامل عن الجيران وما يسمعون ممكالو على الساعه 3 الفجر، حياكم الله يا جماعه الخير بمقطع جديد. عندنا هذا البي سي الاحلام يا شباب، بي سي الخيالي ما شاء الله تبارك الرحمن يا جماعه الخير، اذكروا الله عشان لا ينفجر البي سي بكره علي يا جماعه. على السريع مواصفات البي سي يا جماعه الخير، كرت الشاشه RTX 3080 Ti، المعالج i9 11900K، الرامات 32 جيجا، وايضا تعال اوريكم كم قرص يا جماعه الخير، رحت اخر مره اشتريت قرص ايضا، انا حاطه يا جماعه الخير قرص M.2 500 جيجا تقريبا، هذا بس على الويندوز يعني، عندك هنا قرص 1 تيرا M.2 ايضا، عندك قرص هنا 1 تيرا ايضا M.2، عندك قرص 1 تيرا ايضا M.2.
وكان صراحه في مكان واحد لسه باقي لي عشان احط لسه قرص ايضا M2 افكر بالموضوع يا جماعه الخير. قيد الدرس يعني الان اكتبوا لي تحت رايكم كلكم بالتعليقات بالنسبه للست اب هذا، ايش رايكم يا جماعه الخير، ايش الاشياء اللي حابين اطورها اكثر واكثر. يعني انا صراحه كنت لسه بجيب بالنسبه للحيط هذا، اخبركم لسه مو متاكد اذا بشيل ذي الكنبه من هنا ولا لا، ولكن اذا في حال شلتها راح اسوي ديكور ثاني هنا تماما، راح تشوفون شيء جدا خيالي بالايام القادمه يا جماعه، ما عليكم ترقبوا يعني. شكرا جدا لكم يا جماعه الخير، يعطيكم الف عافيه، كان معكم محمود من خاتم بكالو، السلام عليكم في امان الله. Big bad storm is rolling in by